في بحثك عن الحقيقة، كل محطة بحكاية. الدروب سجلات للكثير من همسك وصخبك، فتبحث عن النور في زمن الظلمة، فتتلو آيات من سورة الجمعة، فتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة، تسجد فيكون ميلاد الخلاص وزمن التمكين. بضع سنوات وتنعى، بضع سنوات ثم تنسى، وما كان لله يبقى. لذا تسمع قصص الغابرين فتشحن رصيدك ويعلو إيمانك وتقول هكذا كانوا وبقي الأثر. كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول ذنب عصي فيه الله سبحانه وتعالى اللي هو ذنب الكبر والتكبر على أمر الله، اعتراض على أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يشدنا بأنه ما الذي حصل؟ الذي حصل بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام. الخلق: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال الطين، حمأ مسنون هذا الطين الذي تشكل بشكل صلب، ثم صارت الملائكة تنظر إلى هذا المخلوق الطيني الذي بقي فترة حتى ييبس هذا المخلوق الطيني. ثم بعد ذلك لما رب العالمين خلق: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الآن وصل حد بأن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وكل من في الجنة من الملائكة وغير الملائكة بأن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. طيب ليش يا إبليس؟ قال: ما لك يا إبليس ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. مصيبة هاي، اعتراض على أمر الله وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى وعلى أقدار الله سبحانه وفي علاه. الذي حصل بأنه رب العالمين عندما أمرهم بهذا الشكل ورد اعتراض من إبليس اللعين عن أمر سماوي إلهي، وين هذا الكلام بالجنة أيضا؟ ثم بعد ذلك رب العالمين علم آدم الأسماء كلها وعلمهم أنه هذا شمس وهذا قمر، وثم بعد ذلك قال الملائكة أنبئوني بأسمائهم، الملائكة ما عرفت. ثم أمر آدم بأن يعلم الملائكة الكرام عن أسماء هذه القضايا. الشاهد: لما تكبر إبليس رب العالمين أصدر عليه القرار والحكم الإلهي، قال: فاخرج منها فإنك رجيم. إبليس الآن مطرد من الجنة وعاصي لأمر الله سبحانه وتعالى. الغريب والعجيب إنه إله وجه كمان يسأل من رب العالمين، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. متخيلين معي الموقف؟ هذا إبليس اللعين، إبليس اللعين، إبليس الذي عصى وتكبر واستكبر يطلب من الله سبحانه وتعالى، فكيف بحالنا إحنا إذن؟ لا، ويستجيب له الله سبحانه وتعالى أيضا. يا الله، فكيف استجابة لله سبحانه وتعالى لعبد من عبيده مصلي متقي صائم لله سبحانه وتعالى؟ خلي عندك رحمة وأمل بالله سبحانه وتعالى، لا تتكبر على دعوة في قيام الليل، لا تتكبر على أي إنسان في هذه الحياة. رب العالمين فوق هذا وذاك، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. رد إبليس إيش كان؟ قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الرد قال: فالحق والحق أقول، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
وبالمقابل إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن هذا الذي حصل أيها الأحبة، إذا كان أمر بهذا الشكل يتكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى، فكل إنسان يتكبر الآن في هذه الحياة قدوته إبليس، كل إنسان يعصي أمر الله سبحانه وتعالى ويتكبر عن الله سبحانه وتعالى يعصي إبليس. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال، في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن ليش بنشوف الآن إحنا الإنسان الذي يتكبر؟ طيب، وأخطر من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. تخيل معي، المتكبر في الحياة الدنيا يحشر يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. هذا أمر يشي بأنه كل إنسان قدوته محمد عليه الصلاة والسلام سيكون في أعلى عليين، وبالمقابل كل إنسان قدوته إبليس والعياذ بالله سوف ينتكس. إذا كان إبليس هو داعي إلى جهنم، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو داعي الرحمن إلى جنات النعيم وجنات رب العالمين. إذن يا كرام، مسألة التكبر، القضية إذا كان الإنسان يتفكر لينظر في أصل خلقته، مش بس هيك، إذا كان الإنسان رب العالمين يعني بيحكي لنا عنه: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا هو أصله، ماء مهين. هذا الإنسان وضع في رحم امرأة ضعيفة، ثم أعانها الله سبحانه وتعالى على الحمل، ثم بعد ذلك خرج ذلك الإنسان مرة أخرى من مكان مهين، ثم بعد ذلك يشب ويكبر ولا يستطيع، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة إلا بمساعدة الآخرين، لن يكون مستقل في حياته. لذلك طبيعي بالبشر بأن كل إنسان يحتاج إلى الآخر. وفوق هذا وذاك يأتي إنسان والعياذ بالله إذا رب العالمين أكرمه وحطه في مكان يتكبر على أمر الله ويتكبر على عبيد الله، أي فليتق الله سبحانه وتعالى. في ناس للأسف إذا رب العالمين أكرمه بمال، أكرمه بسيارة مثلا، بتلاقي الآن بيشوف نفسه بيشوف نفسه على الآخرين. ليش؟ طب الذي أعطاك هو الذي يحرمك، أمره بين الكاف والنون. إن شاء في لحظة أن يغنيك أغناك، إن شاء في لحظة أن يميتك أماتك، إن شاء في لحظة أن يفقرك كل ما تملك أفقرك، أمره بين الكاف والنون. سبحان الله، يقول الأمر كن فيكون ذلك الأمر. هذا هو الله سبحانه في علاه. ذلك يا كرام، الإنسان في هذه الحياة لينظر ويتأكد. إذن بلاش تظلم إنسان دقة بدقة. ذلك الإنسان لا يستهزئ على الناس، المسلم لا يستهزئ بالآخرين، المسلم لا يتكبر على عباد الله سبحانه وفي علاه، لأنه بالنهاية هو محكوم لأمر الله ولقضاء الله. إذا كان الأمر بهذا الشكل، الإنسان في هذه الحياة يقول أحد السلف: لا تهزأ بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ما عير أحد، كما قال أحدهم: ما عير أحد بذنبه، ما عير عبدا بذنب إلا وقع في هذا الذنب قبل أن يموت. مسألة مش بسيطة، هذا الشيء مش بسيطة، بأن الإنسان يقع في نفس الذنب قبل أن يموت. قال أحدهم: عيرت أحدا بنسيانه للقرآن فلم أمت إلا بعد أن أنسيت القرآن. يا جماعة، إذا كان هذا على مستوى العبادات، فما بالك إذا كان على مستوى قضايا هذا العبد يمكن ما إله دخل فيها. يمكن الإنسان رب العالمين حرمه
المال، يمكن إنسان رب العالمين حرم الذرية، حرم الولد، يمكن إنسان رب العالمين يعني غير في خلقته شيء، يعني لم يرزقه الجمال الذي رزقك. تيجي أنت الآن وتتكبر على خلق الله، تيجي أنت الآن وتستهزئ على خلق الله سبحانه وتعالى، ليش الإنسان يتكبر في هذه الحياة؟ إذن هذه مسألة خطيرة يا كرام. طيب، ولسه بعض الناس يتكبر على الحق أيضا، لما تحكي له قال الله وقال رسول بيقولك طيب شو يعني، بيحكي لك هذا أمر أصلا مش وارد، بيحكي لك هذا أمر أصلا اقنعني فيه أنا عشان أنا أرد عليه. حتى إذا أقنعته فيه بيقولك يا سيدي صحيح إني أنا عرفت بأنه في دليل في هذا الأمر من القرآن أو من السنة، بس أنا مش يعني حاس لا إلا ما يكون في إلها مخرج من إنسان، من شيخ، من عالم. لذلك من تتبع سقطات العلماء فقد تزندق. لذلك المسلم بأن يحرص كل الحرص بأن لا يتكبر على الحق وعلى رجال الحق، وأن لا يتكبر على أي طريق يؤدي للحق، وأن لا يتكبر على الناس أبدا. امشي في الأرض هونا، فما على هذه الأرض إلا أديم من هذه الأجساد.